انا قلت قبل كده احنا عايزين 100 مليار دولار صادرات من 4 سنين. طيب عملنا كده؟ لا. الناس بقت تستسهل رجال الاعمال ان الكل كان بيفضل ان هو يجيب من بره على ان هو ينتج. طالما الدولار متاح هفضل ده ولا اخش في حراك وجهد كبير جدا عشان اخلي المنتج ده في مصر. ده اللي حصل الفتره اللي فاتت. هديكم مثال على مثلا في السلع الاساسيه. احنا من 3 سنين قلنا ان احنا رايحين على تقريبا 3 4 مليون فدان يكونوا داخلين للانتاج. ولا عايز تقول ايه؟ لا لا طبعا حضرتك بتقول لو تسمح لي يعني ان اتفضل. ال 4 مليون فدان يعني متوسط تكلفه الاستصلاح بس والبنيه احنا بنتكلم في 250 او 300 الف، فما بالنا الرقم ده يمثل زي ما حضرتك قلت تحديات كبيره. الحاجه الثانيه ان الاستصلاح كمان مساله الميه، لما نعمل مصادر ميه ونلجا الى 3 محطات لمعالجه مياه الصرف الزراعي سواء المحسمه مليون او معالجه مصرف بحر البقر 5.6 او الحمام اللي هي 7.5 او 8، دي ارقام خياليه. معظم دول العالم ما فيش دول بتصلح اراضي، دول العالم بتفقد اراضي كتير بسبب التصحر والتدهور وتدهور التربه والتغيرات المناخيه. يمكن احنا من الدول القلائل اللي لجأنا الى مساله استصلاح الاراضي وزراعتها. 4 مليون فدان يضافوا الى الرقعه الزراعيه قد تعادل اكثر من 60 الى 70% من الارض القديمه. وبالتالي كمان حتى اللي يمكن زي ما سيادتك قلت قبل كده ان الزراعه في الاراضي الجديده عباره عن زراعه بتكنولوجيا جديده وزراعه بتتغلب على مشكله التفتت الحيازي وتقدر نرسم لها السياسات الزراعيه وبنحقق انتاجيه. لو ما كناش خدنا مثل هذه الاجراءات زي ما حضرتك قلت الاولويات، فقه الاولويات، لنا كلنا جميعا ان نتخيل لو كنا ما عملناش هذا الاجراء والتوسع فيه وخدنا محاور كثيره في الزراعه كان زماننا عاملين ايه في ازمه كورونا لما العالم كله بقى يعاني من نقص الغذاء. دول كثيره جدا اثبتت ان المال وحده لا يكفي لتحقيق الامن الغذائي. احنا يمكن من الدول القلائل اللي السلع ممكن تكون اتحركت لكن متاحه كانت موجودة. احنا ما حسناش في فترة كورونا او ما بعدها بنقص في السلع الاساسية او السلع الغذائية. المحاور اللي خدناها دي احنا كمان محور الصوامع، لو ما كناش خدنا هذا الاجراء ما كناش قدرنا نزود الاحتياط بتاعنا نقدر في ظروف لما توقفت فيه سلاسل الامداد والتوريد ما كناش نقدر يبقى عندنا احتياطي يقضي 5 6 شهور.